تتجه أنظار الملايين من محبي كرة القدم نهار يوم الثلاثاء صوب ملعب مينيرو ببيلو أوريزونتي البرازيلية الذي سيحتضن مباراة نصف النهائي بين المنتخب البرازيلي ونظيره الألماني. البرازيل التي ستدخل المباراة محرومة من خدمات أبرز لاعبيها وهما نيمار دا سيلفا المصاب والقائد تياغو سيلفا المعاقب، وكلها عزم ورغبة نحو تخطي الماكينة الألمانية وبلوغ الدور النهائي وإسعاد الأنصار المتعطشين للقب مونديالي سادس. المنتخب الألماني لن يكون لقمة سائغة في أيدي البرازيليين، بل سيحاول زملاء مسعود أوزيل عزف سيمفونية يرقصون على أنغامها نجوم السامبا ويمحون إخفاقهم في أربع مرات متتالية وهم يودعون المونديال في نصف النهائي. أشبال واكيم لوف ودون أن يفرضوا سيطرتهم المعتادة بدأ مستواهم يرتفع تدريجيا مع الانتصارات المتتالية التي حققوها. مباراة اليوم ستجمع عملاقين عن الساحة العالمية، كلاهما يبحث عن نجمة يعزز بها نفوذه وسيطرته على الكرة العالمية. فلمن ستكون الغلبة في النهاية؟ هذا ما سنعرفه اليوم في ملعب مينيرو بمدينة بيلو أوريزونتي. قبل مباراة المربع الذهبي المشتعلة بين المنتخبين البرازيلي والألماني المقرر إقامتها يوم الثلاثاء، أطلق كل من المدربين لويس فيليبي سكولاري ويواكيم لوف تصريحات تحدث فيها كل واحد منهما عن حظوظ منتخبه في التأهل إلى نهائي كأس العالم. التقني البرازيلي أكد خلال الندوة الصحفية التي نشطها يوم الاثنين أن منتخبه يملك حظوظا كبيرة لبلوغ الدور النهائي والإطاحة بالماكينة الألمانية، مضيفا إلى أن غياب النجم الأول في المنتخب نيمار دا سيلفا سيكون محفزا أكثر منه مؤثرا للاعبيه في هذه المباراة، مشيرا إلى أن الجميع سيلعب من أجله. وقال في هذا الصدد: سنلعب من أجل البلد، لدينا 22 محاربا في المستطيل الأخضر، وسنلعب أيضا من أجل نيمار، الجميع يريد إهداءه الفوز والتأهل إلى النهائي، لدينا مجموعة قوية ومتكاملة بإمكانها رفع التحدي بالرغم من الصعوبات. أما يواكيم لوف التقني الألماني من جهته أبدى تحفظا كبيرا للطريقة التي سيلعب بها المنتخب البرازيلي من الناحية البدنية والتدخلات العنيفة التي قاموا بها منذ بداية المونديال، محذرا الحكم المكسيكي ماركو رودريغيز مورينو من مغبة التساهل أمام البلد المنظم في هذه المواجهة الهامة جدا. رغم أن قائد المنتخب البرازيلي تياغو سيلفا سيكون غائبا عن منتخبه في مباراة نصف النهائي أمام ألمانيا، إلا أنه سجل حضوره في الندوة الصحفية التي عقدها رفقة المدرب لويس فيليبي سكولاري ليلة اللقاء في بيلو أوريزونتي. تدريبات النجوم البرازيلية اعتمد خلالها المدرب على إجراء تمارين في مركز التدريبات وختمها بركلة الترجيح تحضيرا منه للاعبيه لما قد مباراة يوم الثلاثاء. التدرب بمركز إقامة المنتخب البرازيلي عوض الملعب الرئيسي طرح عدة تساؤلات، ولم يتقدم الاتحاد البرازيلي بأي تفسير، إلا أن الصحافة لمحت إلى أنها قد تكون عبارة عن تحد من الاتحاد البرازيلي للفيفا بعد إصابة نجمها نيمار دا سيلفا وإبعاده التام عن بقية المنافسة وعدم الرد على طلبها الخاص بالطعن في عقوبة سيلفا. للإشارة فقط، فإن كلا من لويس فيليبي سكولاري وتياغو سيلفا تنقل للندوة الصحفية عبر طائرة مروحية في بيلو أوريزونتي. ينتظر البرازيليون والألمان بفارغ الصبر مباراة نصف النهائي التي ستجمع بين سيليساو والمانشافت بين متفائل ومتخوف من النتيجة. المربع الذهبي سيلعب في ظروف خاصة جدا بالنسبة للبلد المنظم، وهو ما زرع نسبة من الشكوك والخوف في أوساط وسائل الإعلام والجماهير البرازيلية تحسبا للقاء الماكينة الألمانية. الإعلام البرازيلي ومن خلال حديثه عن موقعة نصف النهائي أمام ألمانيا بدأ متحفظا نوعا ما بسبب غياب النجم الأول في المنتخب نيمار دا سيلفا الذي ودع المونديال مبكرا عقب لقاء كولومبيا والإصابة التي تعرض لها على مستوى الظهر. الصحافة الألمانية وعكس نظيرتها البرازيلية بدت جد متفائلة بنتيجة المباراة وتأهل منتخبها إلى نهائي كأس العالم على حساب البلد المنظم. فغياب نيمار دا سيلفا بالإضافة إلى عقوبة تياغو سيلفا من جانب سيليساو سيكون في صالح المانشافت حسبهم، وسيدعم حظوظ أشبال واكيم لوف في الوصول إلى النهائي.